اكتشفت ان محدش قابلني، كلهم كانوا بيمثلوا ان هم قابليني عشان منظرهم قدام نفسهم او يمكن منظرهم قدام باقي العيله، لكن انا حاسه بيهم، حاسه بكل حد في البيت وهو بيتمنى لي الموت احسن ما يفضلوا عايشين بعار ان بنتهم مدمنه. ساعات كتير كنت بفكر اني انتحر عشان اريحه، بس لو ده اللي هيريحه مش هعمله. عارفه اني كده هوقع الخطوه التامنه، بس مش قادره افكر في فكره تعويض اهلي عشان مش حاسه اصلا انهم اهلي. شكلي هحتاج وقت كتير. شكرا. شكرا يا ولد. مريم مدمنة. أنا عندي من اللي عندك يا علا. أنا برضو حاسة إن أنا مرفوضة، خصوصا بعد ما جوزي فجأة ساب البيت ومشي. حاسة إني قليلة قوي، حاسة إني ماليش لازمة، نسي السنين كلها اللي عشناها مع بعض بسبب شكوك مش حقيقية خالص. أنا عارفة طبعا إن أنا بدفع فواتيري القديمة، بس مش كده. أنا بحب جوزي وكنت عايزة أخلف منه زي أي حد ونعيش حياة طبيعية. أنا لما كنت عايشة في دبي كنت فاكرة إن الصفحة السوداء دي عمرها ما هتتفتح تاني، بس بعد ما رجعت مصر حسيت الصفحات عمالة تتفتح واحدة ورا التانية. رحت بيت أهلي، الشقة اللي ابتدت منها الحفلة، مش عارفة أنا رحت ليه. رحت علشان أبويا طلب مني أروح أشقر على الشقة، ولا عشان دماغي بتلعبني زي ما أنتم ما بتقولوا كده. المهم أول لما دخلت الشقة رحت على أوضتي وقعدت على مكتبي ولقيت في حاجة بتقولي صحابك ما وحشوكيش، مش عايزة تسألي عليهم. لقيت نفسي ببص على صوري القديمة، لقيت تليفوني القديم اللي أنا كنت نسياه، بدور على نمر أنا كنت نسيتها من زمان. مسكت التليفون وكلمت واحد صاحبتي، لقيت باباها رد عليا وقال إنها ماتت. الموضوع ده ما وقفنيش، لقيت نفسي بكلم واحدة من شلتنا القديمة، هي لسه ملطوطة. بعد ما قفلت معاها حسيت إحساس غريب قوي، فهمت إني كنت مبطلة علشان ما كانش في فرصة إني أقدر، يعني الظروف هي اللي كانت منعاني مش أنا اللي كنت منع نفسي. فهمت يعني إيه برنامج يخليني أمنع نفسي بنفسي من أي أفكار ضرب، إني أعرف أعراض مرضي وأعرف أسيطر عليه وحصره، إني أبقى متعافية بالبرنامج مش بسبب الظروف. مهما الظروف تتغير أفضل محافظة على تبطيلي. طبعا الكلام سهل، أنا بصراحة مش عارفة أصلا هعرف أمشي على البرنامج ولا لأ. خلاص كده أنا مش عايزة أقول كلام سلبي تاني. شكرا. انا هخلص معادي بسرعه وارجع لك على طول. ما تشيليش همي، خلي بالك على نفسك. خليكي براحتك. باي. مريم، مريم ازيك؟ الحمد لله. مش فاكريني؟ لا الحقيقه لا مش فاكراكي. انا سلمى اخت شريف، شريف زهران. سلمى
اتغيرتي كبرتي مش عارفه، بس ما عرفتكيش خالص. ما اكيد يعني مش هفضل صغيره طول عمري. انت بتعملي هنا ايه؟ ما فيش عندي ميتنج هنا، وبس وصلت بدري فقلت اروح اخد كافيه في حته. طب تعالي اطلعي معايا فوق، انا بعمل قهوه حلوه على فكره. لا ميرسي، مره تانية اجي لك مخصوص. طب هو في كافيه هنا بصي قريب، ممكن اوريهولك بس على شرط تاخدي معايا. ماشي. اوكي تعالي. انتي سبتي المعادي ليه؟ شقة جوزي في مصر الجديدة. اذا انتي اتجوزتي؟ ايوه. هنا ولا في دبي؟ لا في دبي. اكيد جوازها عن حب ولا صالونات؟ عن حب. مالك بتقوليها كده من ورا قلبك؟ لا ابدا مفيش حاجة. شكلك في حاجة. سوري معلش اني بتحشر في اللي ماليش فيه. لا ابدا. مصر احلى ولا دبي؟ والله مش عارفه بصراحه، من ساعه ما جينا والمشاكل ما بتخلصش، نخرج من مشكله ندخل في مشكله تانية. يا ستي ما فيش حد ما عندوش مشاكل. انا جوزي سايب لي البيت. بجد؟ انا كمان سايب لي البيت. مش قلتلك مفيش حد خالي من المشاكل؟ عموما انت دلوقتي بقى ليكي صاحبه، يعني اي وقت محتاجه اي حاجه تكلميني. خدي نمرتي. صحيح مريم فين يا حد؟ مجتش معاك ليه؟ مشغولة شوية يا بابا، إن شاء الله هتيجي معايا المرة الجاية. أنت كنت بقيت هنا ليه؟ إيه مسافرة؟ مسافرة. هترجع إمتى؟ قريب. تعرف خير ما فعلت، اهو لولا سفرها ده انت ما كنتش بت معايا الليل. الله، ما سيبني ركز بقى، انت هتقعد تكلمني وتشغلني عشان افقد تركيزي وتكسب انت. طيب يا بابا حبطت الراخي، اتفضل. فيفي صحيت. ازيكم؟ بخير، علشان شفناك. ازيك؟ ممكن اقعد معاكم؟ اتفضلي. طبعا. فيفي دي حب الاول. بس بقى محمود كانت جارتنا وكنا بنتكلم بالنظرات من ورا الشباك، ما كانش فيه موبايل ولا اس ام اسك والكلام الفارغ ده. بس انا ما كنتش مركزه معاه. يا سلام. وانت ازاي فاكر يا بابا؟ باباك ذاكرته القريبه هي اللي بتضعف. انساها ازاي؟ كيف؟ نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. بعد إذنكم. إلا صحيح، هو كان بيت معك ليه؟ زعلان مع مراته يا ستي وساب لها البيت. ما
أصبحنا نؤمن بأن قوة أعظم منا باستطاعتها أن تعدنا إلى الصواب. نحن مرضى، لدينا مرض متفاقم وقاتل ولا شفاء منه، وبطريقة أو بأخرى نشتري دمارنا بالتقسيط. هتسافري الأنكل يومين لغاية ما حاتم يظهر، يعني أحسن ما أنت قاعدة لوحدك. حتى لو سافرت البابا برضو أحس إن أنا لوحدي. خلاص تعالي اقعدي معايا وبطلي نشفان الدماغ اللي أنت فيه ده. أنا مش هسيب بيتنا، أنا ما صدقت بقى لينا بيت مش عايشين ترانزيت. وبعدين نفسي حاتم لما يرجع لقيني قاعدة في البيت مستنية، علشان كمان ما يحسش ان احنا بسهوله كده هنقدر نسيب بعض. وانا بقولك سيبي البيت للابد، ده هما يومين تغيري فيهم جو لغايه ما الامور كلها تهدى. حاسه الامور مش هتهدى. طب كلمتي هشام؟ كلمته ومن ساعتها ما راحش المكتب، بيتابع كل شغله بالتليفون. انا مش مصدقه ان هشام ما يعرفش اي حاجه. صحوبيه ايه في الشنكي دي؟ والله كل حاجه هتبقى حلو. والله هين عليا اروح اخدها من ايدها واطلع على البيت عندي واحط حاتم قدام الامر الواقع. هو انت مش خايف لما تقولي ان هو عندك في البيت اروح اقول لمريم؟ هو ده المطلوب كده، تبقى هي عرفت واتطمنت، بس مش مني. خلاص هقول لها ونيجي نطب عليك لو عايزه. طب انت ساكن فين؟ مش هقدر اقول لك. نعم ليه بقى؟ ما انا لو قلت لك هتبقي عرفتي هو فين، ما انا وعدته ان انا مش هجيب سيره لحد. يا نهار انت عايز تجنني يا ابني، انت مش لسه قايل ان هو عندك في البيت؟ ايوه ما انا عارف ان انت ما تعرفيش البيت بتاعي فين. انت هتسيبه قاعد عندك كده هوت يعني؟ فكرت ادب معاه خناقه على اي حاجه كده علشان يقفش ويرجع على البيت. فكره. بس خفت انه بدل ما يرجع على البيت يرجع يغطس تاني. يمكن مش مستريح يحكي لك دلوقتي، سيبه براحته احسن. ما هو احنا بنتقابل بس علشان موضوع حاتم ومريم. تسالني؟ لا يعني المواضيع دي ممكن تتحل بالتليفون عادي يعني. هو انت بتبقى قاصد تحرجني ولا ده طبعك ولا ايه؟ اصل ده مش طبيعي يا هشام على فكره. اسف انا ما كنتش عايز اقول كده خالص، انا عايز اقول لك ان انا ببقى مبسوط لما بشوفك. ما اعرفش ليه الكلام بيطلع كده، انا اسف. انت عارف انا ببقى مروح من الشغل برجع البيت ما بلاقيش حاجه اعملها، انا مش لازم اتكلم مش كده؟ انا اسف. ما تشرب القهوة قبل ما تبرد. زايد عامله ايه؟ عامل ايه؟ انا لسه بابا عندك اصلا. هانيا موجود؟ ممكن اتكلم معاكي شوية؟
ما تعرف يا جو مامي في البيت. You know her rules. دقيقة واحدة بس مش هأخرك. بصي من الآخر ومن غير تحوير، أنا بجد بحبك وعلي اللي أنت مسحولة معاه ده شوية وهيزهق منك وهيسيبك. علي اللي أنا مسحولة معاه ده يا جو حاجة بجد، مش لعب عيال. يمكن أنت ما بتلعبيش بس هو بيلعب. جو بليز مالكش دعوة، بليز بليز ستوب إت أند جيت أوت أوف ماي لايف. بليز يا جو. طفي نوره. هطفي نوري ايه يا ميخا؟ الدنيا كحل مش شايف حاجة. مش مهم، ما تنورش العالي وخليك ماسك المدق. ولا شايف المدق اصلا عشان امسكه؟ اهو البرميل اهو. فين؟ اهو كمل على طول وخش يمين. قلب نور كده عشان اعرف وراني تبة. ايه طيب في ليلتك دي نكمل ولا ايه؟ نكمل ايه يا عم، انت عايز نضرب طلقتين؟ بطل وانزل. الله رزق على البد الجو يا عم. الافلام ده انت مش قلت لي عايز تسكر من السحر عشان حاجه الديلر فاكسة؟ اديني جبتك عند بابا اهو. ماشي يا حبيب بابا. يا حبايب. يا مرحبا. يا مرحب بيك. بكى معايا اليوم. هي الحاجة حلوة؟ أي حاجة من إيد سلومة حلوة. وإيه اللي طلبته منك يا رجال؟ أمورني يا سلومة. خد عم سلومة، احنا عايزين بالباكو دوت. احلى مسا حبيبي. وهذا وجب الفلاريد. تسلم لي يا سلومة. والصنف هذا بيرجعك الي تاني. انا عارف، انا عارف عم سلومة، انا اخوك علي الروبي. يا مرحبا يا روبي. وفي اي وقت بتلاقيني هنا ميخا اعطيني رقمي. ماشي. الله يسهل عليكم. ليلتك فل عم سلومة. سلام عليكم. يلا يلا يلا.
مش منزلاني على ملا وشي عشان نفسك هفاكي على حاجة حلوة ولا ايه؟ اكيد لا. طب ايه بقى؟ بصراحة انت عاجبني عايز اتجوز. معلش ممكن تقولي تاني؟ لا هي بتتقال مرة واحدة بس. انت بتتكلمي بجد؟ بنفس الصراحة انت كمان عجباني جدا بس مش عايز اتجوز تاني. ليه؟ عشان جربت وفشلت. وفيها ايه جرب تاني؟ مش عايز اجرب ده تاني. الجواز ما بيجيش من وراه غير وجع القلب. طلاق بقى اقل حاجة تطلعي منه سكر ضغط. نفسك تبقى اب؟ نفسي طبعا. خلاص نتجوز ونجيب بيبي. نجحت التجربة نكمل الجواز، فشلت نطلق واسمنا خلف. البساطة دي. اه ساعة الطلاق بقى المشاكل والبهدلة و... هنكره اليوم اللي عرفنا فيه بعض اصلا. خالص احنا متفقين انها تجربة نجحت خير وبركة، فشلت زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. اه بس هنبقى خارجين معانا عيل. ايوه عيل احنا الاثنين نفسنا فيه. بص مش لازم ترد عليا دلوقتي، خد وقتك وفكر. يعني ممكن ترد عليا على بكره المغرب. لا بجد فكر بس يا ريت توافق. العمر بيجري يا هشام وانا عايزه الحق اخلف، وعايزه اخلف منك انت. بصراحه بهرتني بجرأتها، او يعني اتخضيت الاول بعدين انبهرت. ايه البصه دي؟ انا مبهور من انبهارك. انت هتنكد بقى. طب كمل كمل. عشان تشتغلني تاني؟ انا اسف معلش كمل. بس فمايا طلبت ايدي للجواز. قلت لها ايه؟ ولا اي حاجه، سكت. كويس، السكوت علامه الرضا. الف مبروك. ألف مبروك إيه يا عم؟ لأ أنا محتاج وقت أفكر. طب ممكن نفكر بعدين؟ عشان عندي شغل. آه تصدق بقى أنت بقيت لا تطاق، وأنا رأيي إنك ترجع دبي أحسن. يا هشام أنا عندي شغل. فكر في الموضوع ده. يلا استنى لحظة بس. باشمهندس حاتم، الأستاذ شريف. إزيك؟ تمام الحمد لله. اتفضل. تشرب ايه؟ لا ولا حاجة، تشكس. أنا آسف إن أنا كل شوية أقحم نفسي في حياتك كده. لا أبداً، أنا اللي محتاج أتكلم مع حد. مفيش حد غيرك أقدر أحكي له. وأنا هسمعك. بس أنا عايز أبقى واضح. أنا مش هحكي لك عشان أنت صديق مريم. أنا هحكي لك عشان أنا مضطر. مفيش حد غيرك أقدر أحكي له. أنا آسف على الكلام اللي بقوله بس عايز أبقى واضح. لا مفهوم. أنا بس نفسي أعرف إيه اللي طور المواضيع للدرجة دي. هي ما حكيت لكش؟ هي أصلاً مريم مش فاهمة حاجة. أنا نزلت من البيت فلقيت واحدة مستنياني، قالت لي إنها عايزة تتكلم معايا بخصوص مراتي. في الأول رفضت، بعدين قلت أسمعها هشوف هتقول إيه. طلعت عايزة تقول لي إن مراتي بتخوني مع جوزها. نعم وأنت صدقت؟ في الأول لأ، بس بعدين جمعت كل اللي حصل لقيت إن كلامها منطقي. معلش يعني أنت أي واحدة تعدي في الشارع تقول إن مراتك بتخونك تصدقها وما تصدقش مراتك؟ دي مش أي واحدة، دي واحدة تعرف مريم من زمان. مين دي؟ اسمها إيه؟ اسمها سلمى. تقومي تروحي تكذبي عليه وتفتري على واحده مالهاش ذنب؟ انا ما افتريتش على حد. انا لقيت طارق مكلمها 15 مره. هو اللي كلمها، هي ما عملتش حاجه. ما تلبسهاش ورقات جوزك. جوزي انتكس من يوم ما رجعت مصر. هي مالها؟ قول لنفسك، من يوم ما رجعت بدا يسهر بره. انتكس بيكلمها بدل المره 15. قول لي انت بقى ليه؟ عشان هو ده طارق اللي انت حبيتيه واتجوزتيه وانت عارفه ان هو بودراجي.
انت كمان كنت عارف ان هو بدراجي ووافقت على جوازي واقنعت مامي وبابي ان احنا نتجوز عشان يبقى زيتكم في دقيقكم في الضرب، صح؟ حتى لو انا وطارق زباله، مريم ذنبها ايه؟ ذنبها انها مدمنه زيكم، وانتوا كلكم سرنجاتيه زي بعض. مش بعيد انت كمان تكون رجعت للضرب وعايش دور المبطل عشان نسيبك في حالك. شريف، السكينة لا تقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهم. بس انا بسببك خسرت حاجات كتير، خسرت الراحة والأمان والأمومة، كل ده كوم وأخويا كوم تاني. انا مش هخسر شريف علشانك. ايه بس اللي حصل؟ ما انا نزلت وسايبك انت كويسة. انا ماشي يا دار، كل يوم الاسطوانة دي يا حبيبتي، في ايه بس؟ المرة دي مش اسطوانة، أنا ماشية بجد. سلمى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هبطل. كفاية حلفان يا طارق، ما بقاش له معنى بالنسبة لي. مش هخرج من البيت تاني خالص، مش هخرج، آخر مرة أوعدك. وبعد المرة دي ها؟ كم مرة كمان؟ كم مرة هفضل قاعدة في البيت حاطة إيدي على خدي مستنية أسمع خبرك؟ قلت معايا هقدر أبطل، من غيرك مستحيل. المستحيل إن أنا أصدقك تاني. آخر مرة، آخر مرة أوعدك. أنا اديتك فرصة واتنين وعشرة، بس خلاص مش قادرة، مش قادرة استحمل يا طارق. أنا ماشي. خلاص لازم أمشي. لا أمشي. أمك يا إنجي، أمك.